هالعبية من عنا؟ نقدر نعرف مين اشتريها؟ صعب شوي لأنه بيعملها كتير للسواح، للعرب، للأجانب وزبونات المحل، كيف بدي أعرف؟ ما عندكن عناوين أو أرقام تليفونات لزبوناتكن؟ عنا، موجودين كلهم على الكمبيوتر. عال، فينا نشوف الأسامي؟ أكيد فيكن، بس لترجع صاحبة المحل من السفر، هي بتفيدكن أكتر مني. وأي متى بترجع؟ شي أسبوعين، ثلاثة أو شهر يمكن، حسب ما تخلص شغلة. طيب، رح ناخد رقمكن ومنعطيكن رقمنا، وبليز بس ترجع صاحبة المحل تتصل فينا إذا بتريدي. أوكي. سجل هاي بالقلم. نعم. صباح الخير مدام جيهان. صباح النور. يعطيك العافية. الله يعافيك. شو؟ كان عندك جلسة؟ عم باخد صورة حكم صدر وربحته، مثل ما رح اربح عليك بقضية نديمة عيسى. بعدك مثل ما تركتك، خيالك بيصور لك امور اكبر بكثير من واقعك. ما تنسى اني تلميذتك. كيف بدي انسى؟ كيف بدي انسى وانت اول تلميذه طلعت عندي فاشله؟ من شان هيك تجوزتني. تجوزتك قلت بلكي بتطلعي زوجه ناجحه، بس للاسف طلع الفشل فيك مقصل بالجينات. لما كنت محاميه بمكتبك نجاحي بالنسبه لإلك كان دايما مشبوه، كنت تعمل المستحيل لتحوله لفشل. أما زواجي منك ما كان بس فشل، كان اختيار تعيس. ولما تركتك كان بالنسبة لإلي قضية ربحتها بامتياز. بتحوري وبتدوري وبترجع لنفس الحديث. بخاطرك بشوفك بالمحكمة. إذا ما لقينا راغد عيد بالتلفزيون أو لك بيقبلوا يعطونا عنوان بيتها أو رقم السلولار؟ مش هون المشكلة، مذيعة مشهورة مثلها بسهولة بنقدر نجيب عنوان بيتها أو رقم تليفونها. المشكلة رح تقبل تعترف بعلاقتها بنبيل عقل؟ قبل ما تفكر إنه تعترف أو ما تعترف، ما لازم تقبل تعطينا موعد بالأول؟ شو رأيك نتصل بصديقة لإلي بالتلفزيون هيك منجيب منها رقم راغد عيد؟ رأيي مش من رأيك. وشو رأي جلالتك؟ نروح هلق على التلفزيون نشك عليها ونحكيها بالموضوع. تشكي عليها؟ ايه نشك عليها. لكن شكي يا دنيا تيزيد موسمنا ويملا. هي ما قطعك. يا ويلي شو حلوة. مهما حاولت تبعدني عنك يا ابني ما رح تقدر، لأنك ابني الوحيد، ومهما صار نبقى أنا وأختك وصهرك لحيلتك، وما رح نقبل حدا يحل محلنا. ما حدا من الأساس أخذ محله، أنتوا تخليتوا عن هالمحل بإرادتكم. لا يا نديم ما تقول هيك، بحياته الدم ما بيقلب وبيصير مي، وأنت عارف قديش عم نعمل حتى نظهرك من هون. أنا عارف شو مصيري، ما بقى في لزوم تعذبوا حالكم. ما بعرف شو نوع التضحية اللي عم تضحيها لتحمي غيرك بدل ما تحمي نفسك. أنا القاتل وما بدي حدا يحميني. أنا قتلته لحتى تبطلوا تشوفوا ضعيف وتشفقوا علي. فهم؟ أنا قادر هبط الدنيا على وسط الناس. قادر أقتل حالي وأتركه بدون ما يلف لي جفن.
شو عملتي؟ حكيت مع الاستعلامات، قال عندها تسجيل برنامج بعد شوي بتخلص. يعني منضل ناطرينها هون ولا منفوت نشوفها جوا؟ قالوا لي لما بتخلص بتترك المحطة فورا، منضلنا ناطرينها هون لتظهر. ولما بتظهر شو منعمل؟ شو منعمل؟ منعمل مثل ما انت قلتي، منشك عليها. بتعرف تشكي؟ ما بعرف شك الا بذكائك جو. نديم، الحكي اللي قلت لي آخر مرة بعده براسي، مش رح أنسى. أنا قلته لحتى ما تنسي. كيف بدي أنسى وأنا مش عارفة شو بتقصد؟ إذا مش عارفة شو بقصد مين غيرك بيعرف؟ ما علي نديم، خدني على قد عقلي وشرح لي شو بتقصد. نسرين، أنا حبيتك وبعدني بحبك. من خلالك صرت حس بوجودي، بقدر إخلاصك ورعايتك وحضانتك لإلي. نحن حلمنا أحلام حلوة سوا، صار فيك تكفي هالأحلام لوحدك وتركيني أعيش هالكابوس لوحدي. بعتقد انك فهمت قصدي. متأكدة انه من هون بتطلع؟ لا مش متأكدة، بس قالوا لي انه هون بتصف سيارته. يعني ما في لزوم اطلع اتأكد بنفسي. لا ما في لزوم، أنا صارت بوصل عنا. بونجور دوموازيل راغدة. بونجور بيرلا، شرفنا. جو، شرفنا. فينا ناخد من وقتك شوي؟ بخصوص؟ ما في شي مهم، نحن محامية وعنا كم سؤال بخصوص المرحوم نبيل عقل. مين نبيل عقل؟ ما بعرف ولا بعرف شي عنه، وإذا بتريده ما بدي بقى أشوفكم مرة تاني لا هون ولا بمحل تاني. وينك؟ عندي اجتماع. خلص اجتماعك وحكيني، ضروري اشوفك. اوكي بس ما تأخر لاني كتير معصبة. باي. بدي نشاط اكتر، المعلومات اللي معكن ما بتكفي. ما بدنا ننام على حرير على انه كل الادلة والبراهين لصالحنا. لازم نعرف أكثر عن المتهم وعن علاقته بعائلته، وخصوصاً عن مرته نسرين وعلاقتها بأهل جوزها. وبدي أعرف أدق التفاصيل عن علاقات نبيل عقل. والظاهر إنه وليد عنده معلومات كتير مهمة بتربط القتيل بمذيعة التلفزيون المعروفة راغد عايد. تفضل أستاذ. حسب المعلومات اللي قدرت جمعتها عن شكل العلاقة اللي بتربط نبيل وراغدة، كلها بتدل إنه كانت علاقة خضراء. الغريب بالموضوع يلي بيدعي للشك انه ردة فعل راغد عيد ما كانت ردة فعل طبيعية، كانت عم تطلع فينا بطريقة كأنه عم نتهمها بجريمة قتل. مش عم اسأل عنها، يمكن لأنها مذيعة أو إعلامية وخايفة على صورتها الاجتماعية، مشان هيك تصرفت بهالطريقة. إنما يلي كان غريب هو العدائية اللي تصرفت فيها معنا. أما بالنسبة لصاحبة العباية ما رح نقدر نعرف هويتها قبل ما ترجع صاحبة المحل من السفر. على كل يلي عم نكتشفه عم بيعطينا صورة واضحة إنه المتهم نديم عيسى وبظروف غامضة اعترف بجريمة قتل يمكن ما يكون هو عملها. وانطلاقا من هالمعطيات لازم نكثف تحرياتنا
وندرس تحركاتنا ونوسع دائرة معلوماتنا حتى تشمل كل أصحاب وقرايب وأصدقاء القتيل والمتهم. أنا قدرت أجمع معلومات مهمة وأساسية ومعي صور ما رح أكشفهم إلا لهيئة المحكمة وقت المرافعة، ومن هلأ لهيداك الوقت رح وزع عليكم لايحة بأسماء الأشخاص اللي بدي استدعيهم للشهادة. بدي أدق التفاصيل عنهم وعن علاقتهم بنبيل عقل ونديم عيسى من كل النواحي الحياتية الاجتماعية والعائلية، وبدي منكم تعرفوا كل شي بخص راغد عيد وعن الأشخاص اللي إلها صلة فيهم من قبل لهلأ. يعطيكم العافية. صدر قرار ظني عن قاضي تحقيق وقرار اتهامي عن الهيئة الإتهامية، وبنتيجتهم تحول نديم عيسى لمحكمة الجنايات بتهمة القتل المتعمد. وانطلاقا من هون بدي أعرف كل يلي إلهم علاقة بالقضية، شو بياكلوا، شو بيشربوا، وين بيروحوا، مع مين علاقاتهم السابقة، والأهم من كل شيء لازم نعرف إذا في صلة قرابة بين حدا منهم وبين حدا من عائلة المتهم أو من عائلة القتيل. هيدي القضية بالنسبة لإلي وبالنسبة لإلكم رح يكون إلها وزن الإعلامي والاجتماعي، وبالأخص وزن المهني. بما أنه الأمور وصلت معنا هون، بدي كل فريق العمل يشتغل على الموضوع. جو بيرلا، بدي إياكم تركزوا تحرياتكم على راغد عيد. بدي أعرف كل شيء، كل شيء يعني أدق التفاصيل. فكرت ولقيت الأفضل إنه ما نلتقي، بس لازم تعرف إنه في ناس عم تسأل عني وتاخد معلومات، وآخرهم كانوا اتنين عرفوا على حالهم إنه محامية. هالموضوع صاير عم بيقلقني، لك مجرد الحديث عنه صاير عم بيعصبني. وبكرة أول ما الصحافة تشم خبر إني كنت على علاقة بنبيل عقل معود حدا منهم يرحمني، فرجيني صحتها شو رح تعمل. تصرف قبل ما تنتشر الخبرية ما يعود فيها نوقف بوجة. رؤي ما بدها هلال. ما تقلي رؤي، أنت بتعرف إنه إشاعة وحدة بتقضي على حياتي ومستقبلي ومهنتي، وأنت بتعرف أنا مين بهالبلد وشغلي شو بيعني لي. واضح؟ واضح، ما يهمك. هالموضوع ما عاد في مزح، بخاطرك. أكيد عم بتفكر كيف الواحد فيه يسبح عكس التيار ليخلص من الغرق. ما في مساء الخير، بونسوار، هاي مثلاً. ما بقدر أقول لك بونسوار أو مساء الخير، لأنه أنت بالنسبة لإلي مصدر لقلة الخير، والهاي بيقولوها الأصحاب لبعضهم، وأنا وإنت العداوة بيناتنا أمر واقع، خاصة إنه بكرة رح نتواجه بأول جلسة. طالما العداوة بيناتنا أمر واقع، شو جاي تعمل عندي؟ ما تنسى إنك بي ابني للأسف، ولما شفتك هيك قاعد وحدك تحركت فيي مشاعر العيلة الفارطة، ولما شفتك وجه بوجه تحركت فيي مشاعر الأسى للي رح يصير فيك بكرة بالمحكمة. السمكة لما بتعلق بشباك الصياد بتصير تدور على الخلاص، ولما بتيأس بتتهم الصياد انه فاجأة، مثل ما انا رح فاجئك بكرة بأول جلسة. بالماضي كنت سمكة صغيرة وعلقت بشباكك، ومع الوقت عرفت حول حالي من سمكة لحوت ما بيملكه لا بحر واحد ولا مرفق واحد، وما عاد يحسب حساب للصيادين الصغار اللي مثلك. ثاقبت هلأ إني بحر مسيطر على مدي، ما عاد بدي مرافق أملكها، ولا عندي مانع أعطي إذن مسبق لحوت مثلك يسبح ببحر تاني.
رح تضل كل عمرك رهينة لغرورك، مكهرب بجنون العظمة والأنانية. هاي ما تغصن، مصيبتك إنك كذبة كبيرة وإنت وحدك اللي مصدقها. أكيد بيكونوا وصلوا أصحابي، بشوفك بكرة بالمحكمة. نعم اللي وصلوا أصحابك. متر الحساب. تفضلوا. حضر المتهم نديم عيسى ومثل مغفورا بلا قيد. حضر معه الأستاذ عماد غصن. وكالتك ثابتة؟ نعم، ثابتة من التحقيق الأولي. وحضرت الأستاذة جيهان المصري عن الجهة المدعية. وكالتك ثابتة؟ نعم ثابتة بالتحقيق الأولي. افتتحت الجلسة علناً وتليت مضبطة الاتهام وأفهم المتهم عن حقوقه المنصوص عنها في القانون. تبين أن المغدور نبيل عقل كان نزيل الفندق الكائن في منطقة برمان الطابق الأول رقم الغرفة 112، وكان المتهم نديم عيسى نزيل الفندق ذاته في الطابق الأول رقم الغرفة 103. وتبين من التحقيقات أنه عند الساعة 10 صباحاً أقدمت الخادمة في الفندق على دخول غرفة المغدور بغية تنظيفها، فتفاجأت بوجود المغدور نبيل مقتولاً وبجانبه المتهم نديم عيسى يحمل سكيناً بيده وملطخاً بالدماء، ورأت الدماء موجودة على جثة المغدور، فحضرت إلى مكان الحادث مكتب الضابط العدلية والطبيب الشرعي والمدعي العام وضبط مسرح الجريمة وضبطت الأدلة ورفعت البصمات. وتبين من التحقيقات المجرات أن المتهم نديم عيسى اعترف بالجريمة المنسوبة إليه وأدلى أنه قد قتله بدون سبب. وتبين من التحقيقات ومن اعتراف المتهم نديم عيسى أنه قد أقدم على قتل المغدور طعناً حتى الموت في غرفته في الفندق بسكين ممنوعة كانت بحوزته، مما أدى إلى وفاة المغدور.
ولقد تأيدت هذه الوقائع بالادعاء العام والخاص، بالتحقيقات الأولية والاستنطاقية، بالكشف الحسي، بتقرير الطبيب، بأقوال الشهود، بمجمل التحقيق. وحيث إن فعل المتهم لجهة قتل المغدور نبيل عقل بواسطة سكين ممنوع يشكل الجناية المنصوص عنها في المادة 549 عقوبات والمادة 72 أسلحة، فتقرر باتهام المتهم نديم عيسى بالجناية المنصوص عنها بالمادة 549 عقوبات وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه وسوقه إلى محل التوقيف لدى محكمة الجنايات ليحاكم أمامها بما اتهم به والظن به بالجنحة المنصوص عنها بالمادة 72 أسلحة وإتباع الجنحة بالجناية. أكرر بقال الإدعاء وأطالب بإنزال العقوبة بحق المتهم وتطبيق المواد 549 و72. كان لازم نروح نحضر الجلسة. لشو؟ كيف لشو؟ ولو؟ ما اسمه اللي صارنا؟ يعني روحتنا شو رح تقدم متأخر؟ على القليل منوقف حدا لهالبنت. ما كان لازم نتركها لوحدها. لحقين وقف حدا بقيت هالعمر. متأكد على إفادتك الأولية قدام قاضي التحقيق؟ نعم. يعني ما بتعرف المغدور لا من قريب ولا من بعيد؟ لا. وإذا ما بتعرفه لا قتلته؟ جاوب. عم بسألك جاوب. ما عندي جواب. عندك أي طلبات؟ لا. أستاذ جيهان عندك أي طلبات؟ رح نقدم لائحة بالشهود خلال 24 ساعة. أستاذ عماد عندك أي طلبات؟ رح نقدم لائحة بالشهود خلال 24 ساعة. رفعت الجلسة لاستماع الشهود إلى يوم 25/2/2011. مرحبا. اهلا. شفيق مستوصى الملك؟ نعم. تفضل. شو هيدا؟ طلب استدعاء شهادة بالمحكمة. تفضل مضيف. حضرتك ست سوسة؟ نعم. تفضل مضيف. تفضل. تفضل. شكرا. Thank you.
الو بقدر شوفك؟ ما بقى بدي اسمع صوتك. على شو بدنا نشهد بالمحكمة؟ ما بعرف على شو بدنا نشهد ونحن ما بنعرف شيء. يا دلي من وين اجتنا شغلة هالبيل؟ يا عمي يا عمي زلمة معترف بجريمته، على شو بدنا نشهد؟ جوزناها لترتاح وتريحنا، ليك شو طلع منه؟ نادي على الشاهد الأول، منتهى جميل عواد. منتهى جميل عواد. ارفع ايدك اليمين ورد من وراي. أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، كل الحق ولا شيء غير الحق. أقسم بالله العظيم بأن أشهد بالحق كل الحق ولا شيء غير الحق. أستاذ جيهان شاهد إليك. من أيمتى كنت تشتغلي عند أهل المتهم؟ جاوبي. من 45 سنة، يعني تقريبا من وقت ما خلق نديم. حددي جوابك. من قبل 3 سنين كانت خلقان الست حنان. لما خلق نديم مين اللي ربيه واهتم فيه؟ كان في حدا معك بيشتغل بالبيت؟ كنت وحدة وأنا يلي ربيته، لأنه من وقت اللي عرفت الست باسمة إنه ابنها أعمى ما عادت قدرت تهتم فيه. هدوء إذا بتريدوا. لوين بدها توصل؟ ما بعرف. الكلام سكر خطه ليه؟ كيف كان تصرف الست باسمة لما كان ابنها يمرض؟ كانت تهتم فيك؟ جاوبي. لا ما كانت تهتم. تتذكري شي حادثة صارت تخبري هيئة المحكمة عن تصرفات الست باسمة تجاه ابنها؟ يلي كان يأثر فيي لما كان تطلب مني الست باسمة بس يجي لعندها ضيوف اخفي نديم وما خليهم يعرفوا انه عندها صبي اعمى. يعني كانت تستحي فيه قدام الناس لانه كان صاحب عيها. نعم يا منتهى قولي. هيك شيء. لأي حد وصل إهمال الست باسمة لابنها؟ لحد إني بتذكر مرة
كان نديم مريض كتير وما عم بيوقف بكي من الوجع، وكان الخواجة أسعد بعده مسافر، ونديم كان صار عمره وقتها يمكن شي سنتين، وأمه كانت عم تلعب ورق. فت عليها وقلت لها ست باسمة بتحكيني كلمة إذا بتريدي؟ جاوبتني شو في؟ قلت لها نديم عم يبكي، ظاهر إنه مريض وموجوع، شو بتريدي نعمل؟ قالت لي اطلبي له الحكيم وشوفي شو بو، ورجعت كملت لعب الورق. ما عندي أسئلة إضافية. عندك أسئلة أستاذ عماد؟ نعم. ست منتهى، لأي عمر بيتي تهتمي بنديم؟ لحد ما الأستاذ فارس أخده على المعهد. ذكرتين علاقة الأم بابنها، بس ما خبرتين عن علاقة البي بابنه. تفضلي. كان الخواجة أسعد يضل مسافر، بس لما يكون موجود كان يهتم كتير بابنه ويخاف عليه، وخصوصا لما قاله الحكيم انه نديم عنده مرض الصرع، كانت الصدمة كبيرة كتير عليه. بتذكر دل كل الليل يبكي. مع مين كان يلعب نديم بطفولته؟ كان شفيق ملك بيا للست نسرين مرته للخواجة نديم ناطور الفيلا عند الخواجة أسعد، وكانت الست باسمة لما بدها تشرب قهوتها تعيط لسوسن لتبصر لها. نسرين من هي وصغيرة كانت تهتم بنديم وتلعب معه. في معي تبليغ من المحكمة لوجيع الصافي، بتشتغل بالأوتيل، بقدر شوفها؟ بتكون بعدها بالغرف، هلا بطلب لك اياها. بدي عزبك؟ هلا ببعث لك اياها. كفي يا أستاذ عماد. لأي حد وصلت علاقة نديم ونسرين بطفولتهم؟ كانوا متعلقين كتير ببعضهم، ولا مرة شفت نديم عم يضحك إلا لما تكون نسرين عم تلعب معه. فيك تشرحي عم العلاقة بيناتهم بشكل أوضح للمحكمة؟ مرة كانوا قاعدين بجنينة، كانت نسرين حاملة صحن وعم بتطعميه لنديم. ليه ما أكلت شيء؟ ما عليك في أنت. أنا ما بحب هالأكلة. طلبت من الماما تعمل لك كرميلك لأنك بتحبه. ليه هالقد بتحبينه؟ ليه ما بتعرف إني بحبك كتير؟ يا ريت بقدر أشوفك. يا ريت بقدر اعطيك عين من عيوني، هيك ضل عندي عين وحده وهيك بنصير نشوف بعضنا. تفضل تابع استاذ عماد. شو كانت علاقة حنان بخيها؟ جاوبي يا منتهى. كانت تحب خيها كتير، بس بالسر. كيف يعني بالسر؟ يمكن كانت تتخبي على رفقاتها انه خيا اعمى، وما كانت تجمعه فيهم، وكانت تضل بعيده عنه. واساسا ما حدا من اصحابها كان معه خبر انه عندها خي. شكراً مدام متهم.
ما عندي أسئلة إضافية. تفضل ابدي على شهادتك. أستاذ، بقدر أعرف ليش عم بلشت بطفولة نديم؟ لأنها بدها توصل لمحل ما رح خليها توصل. نادي على الشاهد، فؤاد رستم شبيب. فؤاد رستم شبيب. الو رئيف؟ ايه بسام، طلبوا وجيهة للشهادة بالمحكمة.